شو ردت فعلك إذا بتكون عم تحكي مع شخص على التليفون وسكر الخط بوجهك؟ هيك كان سؤال حنين. أنا قلت لها بكمل عادي، بكمل حكي يعني، ولا أنصدم هيك أمام الناس. والمصيبة سألني إنه أنت عمرها صارت فيكي، لأنه ليش خطر عبالك هذا السؤال؟ صراحة أنا بعملها بالناس، بس أنا ما بكون قصدة يعني، خلص بسكر بحط هولد بالغلط. ففي بعض الناس إذا ما كانوا بيعرفوك منيح ولأول مرة أنت بتحكي معهم أو تاني مرة وإلى آخره، ممكن ياخدوا موقف، ممكن يزعلوا، يفكروك أنت عامل هيك قصداً، فبدك تقعد تبرر، وأوقات ما بتعرف تبرر، بتصير التأتأ، فبقولوا أبصر شو في وراء قصة، فالموضوع شوي ممكن يكون بلبلك بعض الناس. فشاركونا ويحكونا شو بتكون ردة فعلكم إذا صار معاكم زي هيك موقف على 0788-95-3-95-3. هون صديقنا بقول لك عقرباوي، أنا بطلع له من التليفون لأنه مو منطق إنه ليه يسكر الخط، مو منطق. طب مش ممكن يا صديقي تحط له عذر؟ خلص احنا دائما بناخذ الجانب اللي عشان انك بتعمليها فعلا. طيب اوكي، بدناش نحكي انه نحط عذر. طيب ممكن انه الشخص اللي عم تحكي معاه يكون معصب منك فيسكر قصدا، فانت عارف انه سكر قصدا؟ لا هيك هاي مشكله معناته، اذا مشكله سكر الخط بوجهي معناته في اصلا قصه طرمه من البدايه. نشوف نسرين، يسعد مساكي. مرحبا. اهلا. كيفكم؟ تمام. انت شو اخبارك؟ منيحه الحمد لله. احكي لنا يا نسرين، شو بتكون ردة فعلك اذا كنت تحكي مع شخص على تليفون وسكر الخط بوجهك؟ بحكي معه بقول له ليش سكرت الخط بوجهي؟ اوكي. بيجي هو بده يشرح لي ليش بروح بسكر الخط. طب انت متجوزه نسرين؟ لو جوزك عملها فيكي؟ بنام مش بالبيت بهداك اليوم. ايه؟ ما بنام بالبيت بهداك اليوم. لا عن جد، لو عملها فيكي شو بتعملي فيه؟ شو بتكون ردة فعلك اول ما سكر؟ رياكشن عادي. انا برجع برن ليش سكر الخط بوجهي. بتصرخي ولا بتكوني معصبه ولا في اتيتيود ولا ايش بالضبط؟ لا يعني ممكن انرفز، وممكن يعني اذا كان هاي بعملها دعابه. حلو. بس بتاخذي منه موقف فعليا، حركه انه برجع برن ليش سكر الخط بوجهي، بيجي بدهم يشرحوا لي بسكر. بتصير طاشه هي بعديها بالخط. طب افرض السرين ما شرح لك، اوكي شو بتتعامل مع؟ رح تضلك ماخذه موقف منه طول اليوم وثاني يوم واسبوع؟ مسالمة نسرين على الهوا بس. نسرين شكرا كثير لاتصالك. اتوقع كلنا بصير معاهم او كلنا بصير معنا هذا الموقف لما كنا نحكي مع اهالينا كبار بالعمر بسكر الخط فجاه. طب انا لسه بكون اخذت نفس، بدي اكمل، في سؤال بعده، في موضوع بدي افتحه، خلص اللي بفكره خلص، خلص الموضوع، اوكي ما في باي. طب باي اخر ما بدهم الصافي، بكون الزبده. بكون بدي اسال، انا بسكر، امي بتسكر الخط، اوكي عن جد، طب ممتاز، بكمل نقاش. يعني برجع برن اذا ما رن هو وبساله ليه سكرت الخط، لانه اذا ما كان في مشكله اساسا ممكن يكون سكر بالغلط. هاي من احمد، شكله احمد زيي بيعملها بكثير من الاشخاص. انا ممكن اسكر الخط بوجه حدا اذا كان عم بصرخ. هلا انسي، هلا هذا بكون هاي طريقه بسكر خلص، اوكي يلا حتى بحكي باي، انا ما بسكر الخط، يلا باي تشيك. هاي طريقة لما الواحد خلص بده يعبر عن انه هو غاضب او انه مش عاجبه الكلام بسكر. بس انت هون بتحكي رد فعلك سكر التليفون بوجهك، وهو الموضوع فيش اشي يعني، سكر خط بوجهك خلص هيك حبي سكر انتي صح؟ هيك ممكن. بنان مرحبا. يا مرحب. تمام انت شو اخبارك؟ تمام ماشي الحال. اهلا احكي لنا يا بنان. انا صراحه من النوع اللي دائما بطلع على البوزيتيف سايد. يا سلام. فبقول لهم وين رحت، يعني مش بدي اقول لهم وين رحت شو صار معك، القطع بتستفسر. حطي مبررات عشان مش نفسك يكون سكر خط قبل ما يحكي هو. اوكي. واذا بسكر مثل ما قلتي، اذا كنت معصبه ممكن اسكر، بس برضه بقول باي خلص يلا باي. طب بنان لو ما كان عنده عذر على سبب انه سكر الخط، ممكن لانه هو خلص بقى بده ينهي النقاش او بدها تنهي النقاش؟ لا ما هو حسب سكرت خط بوجهك. لا اذا انت كنت عم تتقاتلي انت وحدا، هذاك شيء ثاني انه سكر الخط. طب وسكر الخط شو بتعملي؟ بقول خلص بالناقص مني. ما بتتحرقصي؟ ما بيجي على بالك ترجعي ترني وتكملي بهدله؟ لا ما بتتحرقصي خلص. ما بدي ادخل بنقاش عقيم مثل ما بيقولوا. حلو رائع.
رائع يا بنان، شكرا لك. شكرا لك. حسب غلاوة الشخص، إذا شخص مهم بحياتي أكيد المبررات موجودة، غير هيك الأغلب ألغي من حياتي. طبعا إذا كان الموضوع مشكلة، إذا سكر بالغلط بسيطة، وين المشكلة؟ 100%. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج FM.